هذه الحكاية من وحي الخيال، لم تحدث في أي زمان ومكان، ولكنها قد تحدث في كل زمان ومكان. بيقولوا الرجال ما بتبكي ولا بتنكسر، كذب. ما في حدا ما بيبكي وبينكسر، بس الرجال هو يلي بيقوم وبيكمل دربه. خطوة واحدة بس يمكن تغير كل مصيره. شو عم تعمل انت وياه ولك؟ الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء يحزنون. الله الله السلام عليكم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يا الله. السلام عليكم. سلام، اهلين يا ابو احمد. ان شاء الله العمر لك يا ابو حمزه. خليك الله يجعل مثواه الجنه. تعيش يرحم مواتك. العمر لك يا ابني يا نوري، الله يرحمه. الله يطول بعمرك يا مختار. العمر لك يا ابني يا حسن، الله يرحمه. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابني. يا الله. سلام. سلام ورحمة الله. الله يرحمه. تعيش تعيش. أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليكونن. أمرك يا خانم. اسمعني منيح، عينك ما بتقيم على عمك، بس ما تحرك من مطرحه. رح يتحرك هلأ، بس يجي المغسل بده يفوت معه لجوا على الغرفة. بتفوت معهم وبس يطلعوا تطلع معهم. ليش يا خانم؟ عمل مثل ما عم اقول لك، احسن ما اقلب العزا عزاين. ها صار. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام عليكم. شريف. والسماوات مطويات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله يرحمه. تعيش يرحم ماتك. سمعونا الفاتحة لروح. الله يرحمك يا أخي، الله يرحمك ويجعل مسواك الجنة إلهي. من بعد أمركم، آجروا معي أو اتركوني حتى أشوف شغلي. شوف شغلك عمي، شوف شغلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمي خلينا نطلع، خلي الزلمة يشوف شغله لك يا عمي. حسان شباك، الرجال ما بتبكي، الرجال بتكمل الشيء اللي بلشوه الكبار، واللي خلف ما ماتوا لك يا عمي. يلا عمي يلا، خلي زلمة يشوف شغله. لا إله إلا الله. يا رب لا إله إلا الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الله يرحمك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله وعلى ملة رسول الله. لك حاجتك بك يا زمرد، الدموع ما بترجع أموات. أنا لو ببكي عمري كله ما بوفي حقه. طولي بالك، ادعي له. هلا هو بحاجه دعاكي. راح سندي. ولا اقول لك ابكي. ايه ايه ابكي ابكي ابكي، لانه اللي عنده اب مثل ابوكي حقه تبكي عليه. خليكي عم تبكي هيك لتحسي حالك ارتحتي منيح. قولي على عيونك يا حسنية، وين عيونك عم تروح؟ وين بدها تكون عم تروح يعني؟ بعدين مو المفروض أمك كانت تجي تعزي؟ تركيها لحالها، ما شفتي؟ هي وأبوكي مثل الزيت والنار. سبحان الله. و
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. شو صار لك عمرك؟ مشيت مزرعك؟ طلعنا طلعنا عبد الحربشي. ايه شو يعني؟ تقتلنا نحن وياه، قتل صلاح وانا ما بعرف كيف وصلت له. الله لا يوفقك. والوراء والمصاري اخذ منا كل شيء ما خلى معنا شيء. ولك عليك ولك جحش. حق علي فكركم زلم، طلعتوا اراني باكلاب. روح المنزول السناني اللي بما ارجع. روح تحرك تحرك شان الله يا كبير، بدي حكمه. روح رح اجيب لك طره السخن. روح. شو بدنا نعمل ابي؟ تاخد شو مانو الرئيسي تروحوا لبيت عبده. مين من طلع بخلقتكم كائنا من كان، مرته وبنته مين من كان، بدأبوه وتحطوا روح عنكم. يلا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل. يعني أنا مالي عم أفهم، شو هالتجبر هاد والعيب؟ كل الناس جايين ياخذوا بخاطرنا وهي قاعده بقطتها. دخيلك سلفتك وحلك تعرفيها، من طول عمرها جباره. ايه جايه. مين؟ عبده هون؟ لا والله يا اخي، طلع من الصبح بكير. مين بده اياه؟ أنا حمدي صاحبه. افتحي اختي، جايب لك غرض من عند ريه خانم على روح المرحوم أبو نوري الله يرحمه. افتحي. الله يرحمك يا أبو نوري. تكي أخي تكي. يا رب. من أنتو؟ شو في؟ مسكوها واربطوها خدوها على المنزل. لك شو في؟ شوف بعد عني. لك لك بعد عني. لك إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى روحه الطاهرة رحمه الله، آنسه الله سامحه الله عوضه الله الجنة، نهدي إلى روحه ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الله يرحمك. تعيش يرحم والدك. لا إله إلا الله. يا رب. السلام عليكم. السلام. الله يرحمك يا أبو نوري. عبدو. سرقت المصاري صحتين وانا على قلبك. شو رأيك لك يا عبدو؟ قربك مني وتصير واحد من زلم كبير النشواتية. كبير النشواتية مات الله يرحم ترابه، شحهم لقح جوا.
إيه صح أخي، مات الله يرحمه. بس يعني أخي هلأ رحمة الله عليه بيار الحق، وفوق ما في كبير، بقى حط عقلك براسك وعارف مع مين بدك تصف. الكبير حتى لو صار بديار الحق بيضله كبير، وصعب كتير حدا يعبي مطرحه، خصوصي إذا كان هالحدا صغير مثلك. أنت طول عمرك رح تضلك بعيني صغير، وبعمرك ما رح تكون كبير. لا هيك بعيد عن دربي، خليني سلم هالأمانة لدري خانوم لحتى تمسح بشيبتك وبكرامتك الأرض قدام الزلم. طول عمرك صغير وحرامي، ولك يا عبدو ولك يا واطي، بعد ما أخي قربك منه وطعماك وآواك عم تسرقه. سرقتني لي ماني زعلان، بس تسرق أولاد يتامى، مال اليتامى اللي بيسرقوا الله بيكون خصيبه. عبدو كرمال الخانم لساتك واقف على رجليك. هات الكيس. اسمع منيح شو رح اقول لك يا شريف. المصاري اللي بدك تسرقهم انت لك حصه فيهم مثلك مثل المرحوم، رح يرجع لك حقك. بس السندات والوراق اللي كنت بدك تستولي عليهم هدول رح يضلوا عندي. بس تخلص عدتي نبقى منلتقى ونتحاصص. عبدو عم يسرق الخان. عبدو أنا يلي بعته من شان يحمي الخان منك ومن كلابك. هذا الحكي ما له أساس. رح أجيب لك راسه لجراح. الله نفده من الموت وضل عايش بس لحتى يفضحه. أخوك لسه ما اندفن وبدك تستولي على كل شيء. يا ويلك من اللي رايحين لعنده كلياتنا. هلا خلينا نقوم بواجب العزاء وبالدفن، وبعدين كل حادث له حديث يا درية. الله لا يوفقك، المخلوع لا من دمه ولا من كمه. أنا ما كنت بدي أقتلها، هي لحالة اتكلت. الله لا يعطيكم العافية. شومان فوت لجوا لقي لك شي حرام أو شي بساط ولفة فيها، بعدين بترجع بتنظف الدم كله، ما بتترك أثر. حرك يلا. رئيسي فوت لجوا ولقي لك شي بقشة وبتضب لها أغراضها كله، ما بتترك غلط. ليش شو بدك تعمل معلي؟ بدي أعمل شيء لسه ما العمل. يلا لا تواخذيني، مو سرقة لا سمح الله، بس بيلزم. بصير هيك يا خانو، بصير هذا الحكي ينحكى قدام العالم وتسمع فينا الخلايق؟ هي والله مو حلوة. هي وشي يعني هالحكي يا أخي؟ ما العالم كلها بتعرف برا إنه عمك أبو حمزة حاطت عينه على عباية النشواتية والزعامة. فشر بعينه، هي عباية أبي كامل أغج وخدار، وإذا في حدا بده يلبسها فهو حسن. حسن ليش؟ عدم المؤاخذة يا مو، مين الكبير أنا ولا حسن؟ يلي بقوله أنا هو اللي بده يمشي نوري أفندي، فهمت؟ هاد اللي بده يصير. أمرك يا خانو. طلعوا لبرا وقفوا مع العالم يلا. بري عليك يا حمزة، ما بنخاف عليك. وين رحتوا بالجثة؟ صلينا عليها
دفناه. ابن ابوك. دخيلك دخيلك يا معلمي، احسفه دمي. لك وينك انت؟ الدرك قلبين الدنيا عليك. بدك تسلمني يا معلمي؟ لا، شو سلمك؟ يا هاي بالشوم، أنا ما بحب يكون ظهري مكشوف لحدا. معقولة سلمك؟ بوس إجرك يا معلمي، رح يصفى دمي، بدي حكمة. دفنوا له هذا الثاني، اسمه إيدك أخذت على الدفن. الله يرحمك. انت شو عم تقولي ولي زهرة؟ شلون يعني ما بتعرفي وينها؟ وين بدها تكون راحت ولي زهرة؟ والله قلت لك ما بعرف، اجيت انا واختي على البيت وما لقيناها، ضببة اجتها ورايحة، ودورنا عليها بكل الحارة، فتلنا بيت بيت ما لقى اثر. وانت وين كنت؟ والله انا ما كنت هون، كنت عند معلمي ابو انو. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى روح فقيدنا عفيف النشوات رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، نهدي إلى روحه ثواب وأنوار الفاتحة. على الضالين آمين. يا الله، سمعونا الصلاة على محمد يا جماعة. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. يا الحارتي، في أمر لازم نحسم اليوم قبل بكرة. أبو نور كبير النشواتية رحمة الله عليه صار بديار الحق، الله يرحمه، وكلنا على الطريق، الله يرحمه. بس الحياة لازم تمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، لما اختاروا ربنا لجواره أصحابه مشوا على نهجه. لهيك ما بيصح ينتهي هذا الجمع قبل ما نعين كبير علينا. من بعد إذن ولاد أخونا أبو نوري رحمة الله عليه، وأنا بصفتي مختار الحارة بشوف وبرتقي إنه أخونا أبو حمزة هو الأجدر بإنه يلبس عباية النشواتية. أبو أحمد، مشان الله مشان الله فيني منا، والله ماني قد الحمل. لا يا كبير لا، إذا أنت مالك قد هذا الحمل لك مين قده؟ آه لك أقولكم كلمة. أبو حمزة، علي الحلال لا غير كتافك ما بتلبع هي العباية، أنت سيدنا ومعلمنا والله يبارك فيك. هذا الحكي أبو حمزة، كبير الحارة ما في بعده كبير. الله يسلم هالتم يا شيخ. اسلم يا رب. يا أبو حمزة، بعد هذا الحكي ما في حكي بنوب، قال حاتلك رايدينك وبدون ياك. لا إله برحمة أبوك تهدينا. ما بيصير، اهدى. سمعونا الصلاة على النبي يا شباب. اللهم صل على محمد. أنا والله كرمال الحارة ورجال الحارة وكباريت الحارة، ورغم إنه حاسس إنه هذا الحمل تقيل، أنا بأمركم، أنا قبلان ألبس العباية وبإذن الله والله يقدرني كمل الطريق اللي مشي عليه أخي أبو نوري الله يرحمه. أنت قد ودود يا أبو حمزة، قد ودود. وينه حمزة؟ ماني شايفه، لساته بالمذهول.
ليكني عمي ابو احمد. لا يا ابني تعا، لا تواخذوني، تاخرت عليكم، وهي العبايه لكبيرنا وتاج راسنا. جيت بوقتك والله، جيت بوقتك. يا اسم الله يا عيني يا عيني. لا اله الا الله. بسم الله يا اسم الله. الله يسلم اليدين. ان شاء الله الف مبروك يا كبيرنا. ان شاء الله مبارك يا رب. خليلي اياك، خليلي اياكم، الله يسلمك. الله يبارك في عمركم. مبروك يا عمي. الله يبارك في عمرك يا عمي. الله يبارك في عمرك. يا جماعة، الله يقدرني وكون لكم أخ وأب وسند بإذن الله. شو هالحكي معلم؟ شلون يعني دشريت؟ والله ما بعرف. الله وكيلك يا شركس، مثل ما عم حاكيك ضب اغراضها وداشرة، مبينة مبين لها أثر. لا إله إلا الله على هالحكي اللي ما بيفوت بالعقل. طيب ليش بدها تعمل هيك؟ والله ما بعرف يا شركس، مخي رح يطق. وطيت راسي حطته بالطين. ما عاش اللي بده يحط راسك بالطين معلم، انت راسك مرفوع وما بينخ. بس المهم هلا نحن خلي لي اياكم. يلا تصبحوا على خير عمي. تصبحوا على خير. السلام عليكم. سلام. ما قصرتوا على راسي، ما قصرتوا والله. شو يا سيد عبدو، ما لقيتوا لجراح؟ لا والله ما لقينا، بس وحياة مين لبسك هالعباية المبهبطة عليك؟ رح لاقيه. الله يعلقت علقة أكبر منك بكتير. ولك يا عبدو، مالي شايف جمل هون؟ أنا ما في أكبر مني غير الجمل يا أبو حمزة. اسمع مني ولك يا عبدو، وتعال تحت هاي العباية. طالما انت تحت عباية ابو حمزة النشواتي بحياتك ما بتنضام. لما كتافك تبقى تقدر تشيلها لهالعباية، وقتها ابقى اعزم الناس لحتى تحتمي فيها. الا اذا بتلقى لحتندم بوقت الندم ما حيفيدك. ها اسمع ابو حمزة، انا بحياتي ما ندمت. خسرت مصاري بتوزن رجال بشوارب، لا زعلت عليها ولا ندمت. قضيت نص عمري بالحبوسة على مشاكل ما خصني فيها وما ندمت. بقى لا انت ولا في مخلوق على وش الارض بيقدر يخليني اندم. عبدو العربجي ما بيندم، بيندم يا ابو حمزة. اعذر من انذر. بكره الصبح بدي الخبر يطش بكل البلد، الكبير قبل الصغير، مفهوم؟ صار. طلعي احكي معه انت. شو صار معك؟ نكدت البلد عليها، ما كنت لاقي لها أثر. أمكن راحت يا زهرة، لك بدفع من عمري بس لا أعرف وين راحت وليش وشو صار معها. بتنبهي على أخواتك، هاي السيرة ما بتطلع برات البيت. بس هيك قصة ما بتتخبى يا أبي. بدها تتخبى، لازم تتخبى، وإلا سمعتي وسمعتكم رح تصير بالطين بالطين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طول بالك يا أبي، مشان الله طول بالك. دريتي شو صاير؟ شو صاير؟ عم يقولوا مرت العربجي هربت مع عشيقها. يا لطيف، دنيا آخر وقت.
يا سيدي والله ما لا سهلة، أنا لو صايرة معي لا سمح الله كنت قتلت حالي قدام الناس كلها. لك عم بيقول القصة صار لها زمان، حتى إنه ابنه هذا العربجي الصغير عم بيقولوا إنه مو ابنه يمكن، يا لطيف. والله وأنا عم أقول لحالي لمين هالولد طالع نص أجداد؟ على أساس أبوه ثلاث أرباع أجداد؟ إيه لو ما كان أجداد ما كان حرمته عملت هالعملة. يا عيب الشوم عليها يا عيب الشوم. الله يجيرنا دنيا آخر وقت والله. يا ليش وحومة كيف يعني هربت مرته؟ إيه كمان هو زرباوي مقطع موصل، أبصر شو بيكون عامل بزمانه. الله يجيرنا. لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف على الدنيا شو صاير فيها يا لطيف. لك اسكتوا عليل ومرتهم صاحبي واحد من زمان وهلأ لقدرت تهرب معه. يا لطيف يا لطيف ما كان جزر أخير أحمل ما كان صار لي سهل لك يا الله يا جماعة وحد الله يا جماعة هذا حكي ما بيشتغل لازم أنا أعيش فينا إذا أتاكم من اليوم بنبأ فاسد فتبين شو إذا بدرى إنك طلعتي برات غرفتك بدي أدبحك بإيدي هدول. عم تفهمي شو عم بحكي؟ فوتي لجوا يلا. إذا بدرى إن طلعت برات غرفتها ودعست خطوة واحدة بأرض الديار بدي خليكم عبرة لكل الناس. عم تفهموا؟ حاضر. وإنتي وردة سمعتيني شو حكيت؟ حاضر حاضر. يلا روحي من خلقتي يلا. أمرك. زركاس فوزية صار لها 4 شهور مو مبين لقدر. والله شي بيحط العقل بالكف. إيه شو الأرض انشقت وبالعتب؟ والله ما بعرف بس يا خوفي هالنس بكون له علامة بالقصة. امشي لقلك عنا لازمة ضرورية. يلا يا شباب يلا بسرعة. شو يا ابو سعدي؟ مر معلم. هذا الحمل تبع ابو سطيف؟ اي نعم. كمال يلا حرك عمي. يلا باقي هالكيس بس. يلا. عينك على الرزق اه. يلا قول الله عمي قول الله. وينه حمزه؟ لك يا حمزه؟ حمزه؟ يا ابي. يلا لك ابي تاخرنا على المنزول. يلا يلا نازل لك. يلا حرك انت وياه.
يا صافين حرك. يلا 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 وام. يلا يا شباب يلا يا شباب. يلا عمي يلا. شريف ابو حمزه. يا الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ عليب الزعيم. الله الزعيم. عليب الكبير. اهلا وسهلا برجال. عليب الكبير. يعلم الله شرفتوا منزولكم الصغير. منزول منور بوجودك يا كبيرنا. على راسي يا ابو احمد. مين اللي جامع الرجال؟ شو عرفني؟ انا ما جمعت حدا. شرفوا شرفوا ارتاحوا يا اهلا وسهلا. اهلين الزعيم ابو حمزه. خير قال دعيتنا. هي كلياتنا اجينا لعندك. شو المطلوب؟ يا اهلا وسهلا فيكم. بس والله انا ما دعيت حدا. شو هالحكي؟ صار وقت الحساب يا شريف. انا اللي لميت الرجال وانا اللي بفض الجمع.